احنا في مستشفيات جامعة المنيا تحت اشراف مباشر الحقيقة من السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة، قدرنا ندخل مفرمتين على احدث ما يكون للتخلص من النفايات، عندنا محرقتين على احدث ما يكون للتخلص من النفايات بحيث يبقى فيه تخلص امن، وقدرنا نوصل بمستشفيات جامعة المنيا الى الدرجة اللي هم بيسموها زيرو نفايات. يعني بمعنى كان عنوان المؤتمر الرسمي بيقول ايه؟ البيئه كيف نرعاها ونداوي مرضاها؟ كيف نرعاها؟ هنتكلم على ازاي البيئه نعمل خير فيها ونحافظ عليها ونزود التشجير ونمنع التلوث ونمنع العادات السيئه في التي لا تراعي النظافه، كل هذا. ونداوي مرضاها ان احنا اذا حد حصل له تلوث معين نتيجه التدخين، نتيجه عدم الحفظ على عدم المراعاه انه يشرب من مياه الشرب النظيفه النقيه الجايه من الحنفيه النقيه، ده كل ده هو يجب ان احنا نعمل توعيه للمواطنين. واقدر الناس بهذه التوعيه طبعا الاطباء من ناحيه، واعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم من ناحيه ثانيه. مفيش صحة عامة من غير بيئة صحية. البيئة هي كل حاجة حضرتك احنا بنتعامل معاها، من اول التخلص من النفايات داخل، بتكلم على المستشفيات الجامعية وبرضو على مستوى النطاق المجتمعي، من اول ازاي نتعامل مع ان احنا يبقى عندنا وجبات صحية سليمة، من اول ان احنا نبعد عن المواد الكيميائية، من اول ان احنا نهتم ان احنا حضرتك نحافظ على كل مصادر المياه اللي عندنا تكون نظيفة وسليمة وآمنة. كل الحاجات دي حضرتك بتصب في الاخر خالص ان احنا يبقى عندنا هيلثي كوميونيتي او مجتمع صحيح بدنياً.